ولو قلت لك برضو ان الحواوشي ده حواوشي سي فود هتصدقني ولا لا؟ طلع معايا الفيديو عشان اقول لك ازاي تجيب الحاجات الجامده قوي دي. يلا بينا. هل مره شفت في حياتك حواوشي سي فود؟ لو ده بالنسبه لك عادي فانت اكيد شفت برجر سي فود. انا ولا شفت ده ولا شفت ده والله ولا انا. طب احنا بقى جينا هنا في 6 اكتوبر في محل اسمه شريمب شريمبو عند كومباوند البشاير كده الناحيه الثانيه البشاير بعد البازيه بشارع جمال عبد الناصر بيقدم حاجات غريبه جدا جدا، فقلنا هنيجي النهارده ونجربه ونشوف هل هو فعلا حلو ولا اي كلام. يلا بينا. فهو حواوشي سي فود. حواوشي سي فود انا ما اعرفش ازاي والله العظيم. هو اصلا شكله شكل الحواوشي العادي اللي هو بتاعنا اللي هو بتاع اللحمه العادي بره عادي، لكن من جوه فكره سي فود دي اللي غريبه قوي. غريبه قوي قوي. ده ريحته ايه؟ ريحته لانشون. تعالى ندوق. تعالى بسم الله. هو طعم جمبري او صبيط، بس هو طعم التتبيله حلو قوي فيه، طعم جامد قوي 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 قوي. تعال شوف جرب الطحينه كده بقى طعمه عامل ازاي. بصراحه الحواوشي عندهم عالمي، وطعم التتبيله باينه فيه كده وطعمه جامد جدا. هي الفكره جديده، الفكره دي حواوشي سي فود هي غريبه، وكمان سعره 25 جنيه بس سعره بصراحه جامد قوي 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 قوي. فدي جامده قوي.